Hi children, grade 6, unit 2, in the restaurant, lesson 3. لتحديد الكمية من الطعام التي نريدها نستخدم ألفاظ التجزئة التالية أو الحاويات: A bottle of water, a bottle of water, زجاجة من الماء. A can of lemonade, a can of lemonade, علبة من عصير الليمون. A slice of turkey, a slice of turkey, شريحة من الديك الرومي. A piece of apple pie, a piece of apple pie, قطعة من فطيرة التفاح. A bowl of chicken soup, a bowl of chicken soup, سلطانية من شوربة الدجاج. A glass of orange juice, a glass of orange juice, كوب من عصير البرتقال. A cup of coffee, a cup of coffee, فنجان من القهوة. A loaf of bread, a loaf of bread, رغيف من الخبز. Grammar. Today we will talk about countable and uncountable nouns, الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد. نبدأ بالأسماء التي تعد. The countable nouns come singular. We can put a or an before them or come plural without a or an. الأسماء التي تعد تأتي دائما مفردة ونضع قبلها a or an، وتأتي جمع بدون وضع a or an. دي الأسماء الكاونتابل التي يمكن أن نعدها. They end with تنتهي ب S E S I E S V E S or irregular، غير منتظمة. Examples: S book, books. شفنا هنا book مفرد، books جمع. We put s in the end. es، we put es when we find s or o or x or ch or sh in the end of the nouns. For examples: books, boxes. Bus, buses. Tomato, tomatoes. Dish, dishes. Glass, glasses. لاحظنا هنا يا ولاد ان الاسماء اللي بتنتهي ب s او o او x او ch او sh بنحط لها في الاخر es لما نجمعها. ies، امتى يا ولاد بنحط ال ies؟ when the noun ends with y، لما الاسم عندنا ينتهي بحرف الواي، بس بشرط قبل الواي يكون في حرف consonant ساكن. بنعمل ايه يا ولاد؟ we delete y and put ies، بنحذف حرف الواي ونحط ies. اما اذا الاسم انتهى بحرف الواي وقبل حرف الواي حرف vowel، بننزل الواي زي ما هي. For example: boy, boys، وبنحط يا ولاد اس الجمع boy, boys. ves، امتى يا ولاد بنحط ال ves؟ لو الاسم عندي انتهى ب f or fe. We delete them and put ves. For examples: loaf, loaves. Wife, wives. دلوقتي يا ولاد عندنا آخر حاجة، irregular nouns، الأسماء الغير منتظمة. هي الأسماء التي لا تتبع قاعدة، يعني لها جمع خاص بيها، ملهاش قاعدة. For examples: mouse, mice. Ox, oxen.
child, children. من من. احنا كده اولاد خدنا مع بعض countable nouns، الاسماء التي تعد، وخدنا شكل الجمع بتاعها، ولما نحب نجمعها بنعمل ايه، وعرفنا ان احنا ممكن نحط s او es او ies او ves او جمع الشواذ الirregular الغير منتظم. Uncountable nouns، الأسماء التي لا تعد. We can't count them and always come singular. هي عبارة عن أسماء لا يمكن عدها ودائما تأتي مفردة وتعد بإضافة عدد إلى الحاوية الخاصة بكل طعام. For examples: milk, bread, sugar, rice, juice, tea, money. يعني أولاد دي أسماء لا يمكن عدها إلا إذا حطينا قبلها عدد الحاوية. يعني على سبيل المثال ملك لا تعد، لما أحب أعدها سنة ستة ممكن أقول إيه؟ two glasses of milk، كوبين من اللبن. أو مثلا عندي bread، لما أحب أجمعها أقول three loaves of bread. How many؟ how many يا أولاد كم العدد؟ للسؤال عن العدد. How many plus countable plus helping verb plus subject plus verb infinitive؟ بتسأل للسؤال عن العدد، وبيجي بعدها اسم countable، اسم جمع يعد. For example: How many oranges did you have? How many oranges did you have? The answer: I had two oranges. I had two oranges. طبعا لاحظنا هنا إن have بمعنى يتناول، بتيجي مع الأطعمة أو الشراب بمعنى يتناول. ولما جينا جاوبنا قلنا I had two oranges، حولنا have لهاد لأن السؤال كان في صيغة الباست، السؤال كان ماضي. How much؟ how much للسؤال عن الكمية. How much plus uncountable plus helping verb plus subject plus infinitive. How much للسؤال عن الكمية، وبيجي بعدها اسم جمع لا يعد. For example: How much lemonade did you have? How much lemonade did you have? The answer: I had three cans of lemonade. يبقى كده مع بعض يا ولاد عرفنا ان how many للسؤال عن العدد، وبيجي بعدها اسم جمع يعد. How much للسؤال عن الكمية، وبيجي بعدها اسم جمع لا يعد. Notes، لاحظ مع بعض كده. How much sugar did you buy? How much sugar did you buy? How many sugar bags did you buy? How many sugar bags did you buy? في السؤال الأولاني سألنا عن كمية السكر اللي انت اشتريتها، استخدمنا how much وجي بعدها اسم جمع لا يعد sugar. السؤال الثاني استخدمنا how many للسؤال عن العدد، واستخدمنا بعدها اسم جمع يعد sugar bags، أكياس السكر did you buy اللي انت اشتريتها. يبقى عندنا how much جاء بعدها اسم جمع لا يعد، how many جاء بعدها اسم جمع يعد. some and any. دلوقتي يا ولاد هنتعرف على الفرق ما بين some و any. some بمعنى بعض. some يا ولاد بتيجي في الجمل الافيرماتيف المثبتة. For example: I have some cheese.
I have some cheese. Any معناها أي، وبتيجي في الجمل النيجاتيف المنفية. I didn't have any milk. I didn't have any milk. يبقى احنا كده عرفنا ان some بعض وبتيجي في الجمل المثبتة، وإني أي بتيجي في الجمل المنفية. نلاحظ كمان يا أولاد إن some أو إني بيجي بعدهم countable nouns أو uncountable nouns. Excel yourself. دلوقتي يا أولاد معادنا مع سؤال الطلاب المتميزين. Answer. Do you think money and time are countable or uncountable nouns? Again. Do you think money and time are countable or uncountable nouns? Goodbye.